يستقبلني؟ انا جبت سيره استقبال؟ انا طلبت منها استقبال؟ استقبال ايه وهيبقى ايه يا ماما بس؟ مش كتر خيرها يا ابني اللي مشتاقالك وملهوفه عليك. ده مش استقبال، ده وقت ضايع على الفاضي. الوقت ده كله انا كنت اولى بيه. دول 24 ساعه يا ماما، 24 ساعه. انت يا بت، انت غوري من وشي يا بت، غوري من وشي. الله، انت ما بتفهميش، غوري من وشي. ابعدي يا بت، انت احسن لك، ابعدي. هو جرى ايه يا شريف؟ هي البنت عملت لك حاجة؟ كنت هتزحلق، رجلي كانت هتيجي وكنت هروح في 60 داهية. اسمعي يا ماما، البنت دي لازم تغور من هنا، مش عايزها قدام خليتي كده. هتروح فين بس يا ابني؟ معرفش يا ماما، اديها اجازة. عارفة لو قعدت هتبعها، هقطعها، هاكلها اكل، هاكلها كده. اطلع. نعم. انت ايه؟ انت جبت 22 ازازة بيرة، و22 خصاية، و22 دبش الجزر، و22 راجل يشيلوا معايا. يخرب عقلك، ده انت دمك زي النيل. انت بتهزر معايا ولا ايه؟ لا، هم ولادك مش تحت. ولادي عندهم ألف الونزة. و... ألف الونزة؟ طب يلا. وهجيب اللي اقدر اجيبه. والباقي بعدين، المهم الحاجات دي تيجي قبل ما ده ما توصل، فاهم؟ يمكن ما توصلش، يمكن ما توصلش. انت هتنق؟ ما انا عارفك بواب قرب بكر. اتفضل، امشي نجر. نجرينا. قال ما تجيش ايه؟ ده احنا هنلعب لعب. خشب يا حبيبي خشب. اخص اخص يا ابو حنفي، غلبك غاده حسناء اول مره تحصل. قصدك تاني مره تحصل؟ احنا هننسى ولا ايه؟ انا اقدر انسى. انا يظهر عليا توكاش. ايه؟ هات الظهر. ايه ده؟ كمان بتلعبي بلادي فير؟ تقدر عليا؟ صلوا على النبي. انا هتجنن. ايه اللي اخرها لغايه كده؟ يا اخويا اهدى بالله، لغايه حجته معاه. حجته معايا يا طنط؟ انت عارفه فاضل كام ساعه؟ ده انا وهو هيفضل واقف لنا كده. اجري اعمل لنا وانا اعمل لي قهوه سكر ساده. ما يلا هتقف لنا انا درجي. يلا بقى يا اخويا. حاضر. ادي يا ولا شفت الحب بيعمل ايه في الطاولة؟ أميرة مفيش تفاهم. مع السلامة. باي. ليلى مفيش حب. باي باي. باي. الو، ايوه احمد، انت بتعمل ايه؟ انا بسخن. بستعد للنزول لارض الملعب. انت بتعمل ايه؟ يا شيخ بلا خيبه يا ابني، بلاش تضيع وقت وسخن احسن لك. اسخن ازاي بس وماما موجوده؟ اسمع ابو حميد، انا بفكر لما تيجي منى اجيبها واجيلكم. تيجي فين يا سيد؟ اللي يجيبها ده انا هعمل عمايل. ازيك يا ماما، وحشتيني موت. عشت يا حبيبي يا حنين يا امير. الا بالحق يا ماما، انت اخر مره زرت فيها عطيات اختي كان امتى؟ والنبي يا ابني من زمن، بقالي يجي زياده عن شهرين. يا خبر يا ماما، شهرين؟ شهرين بحالهم؟ لا مالكيش حق. ما انا يا ابني بطمن عليها بالتليفون. ايوه ماما، بس التليفون حاجه، وكونك تروحي لها وتقعدي معاها وتتمتع بقعدتك الحلوه حاجه تانية خالص. لازم تروحي لها يا ماما. حاضر يا ابني. طبعا هتروحي لها دلوقتي. لك عليا، اول ما تخلص اجازتك اروح اقعد معاها يومين. تخلص اجازتي؟ ايوه بس ليه يا ماما ليه؟ انت مش خلاص اطمنتي عليا؟ واجب برضه تروحي تطمني عليها، مش بنتك؟ وهي الدنيا طارت يا ابني. بس يعني يا ماما بقى معقول اسيبك قبل ما اقعد معاك واشبع منك واتملى بيك؟ ما انا الحمد لله بخير اهو يا ماما يا حبيبتي.
واذا كانت اختك وحشاك يا ضنايا نضرب لها تليفون تيجي تقعد معاك شويه. لا يا ماما لا، تيجي تعمل ايه بس؟ انا بقول يعني عيب برضه ما يصحش تسيب عيالها وجوزها وتيجي تقعد معانا، ده حتى جوزها يزعل. ثم انا جايب لها شويه حاجات لازم تاخدهم، ده من ايطاليا وده من فرنسا وده من اليابان، وجايب لها شويه بخور من الهند. ايه كل ده يا ابني؟ اهو طبعا. امال مراتك جايب لها ايه؟ مراتي مراتي اصل حاجه مراتي جايه في المركب اللي ورانا، انا بقول تروح تدي دول عطيات اختي احسن بعدين تزعل تقول اخويا جاي بايده فاضيه. يا ضنايا يا شيرين طول عمرك حنين وامين. طبعا يا ماما مش والنبي حاجه تستاهل المشوار. سلمي لي عليها قوي يا ماما والنبي، مع الف سلامه مع الف سلامه. الو ليلى؟ مين؟ شريف؟ لا انا مش احمد يا شريف، انا الشغاله الجديده. ايوه يا اخوي. بتقول ايه؟ الازمه انتهت يا ابو حميد وماما خارجه. شريف. ايوه ماما. سبتك بخير يا ابني. مع الف سلامه يا ماما. انت بقى مش هتزور اختك؟ اه طبعا امال لازم ازورها، اول ما تيجي منى اجيبها واجي لكم على طول. طيب. خلاص خلاص يا احمد هسخن. يخص عليك مراهق. ده انا حامل عمايل. اميره اميره ايه ده مين؟ اميره على السلامة اميره. شايفين شايفين اميره الفنانه ادت لاميره الانسانه بومب وخلتها تضحي باحلى ساعات عمرها وتسيب جوزها وتيجي الفنان، وعشان كده لازم نزفها. الأجهزة المعنية تستعد للزفة. يا سلام، ده انت سكتك ودنيتك حلوة حلاوة. الله يخليك. عصير. الو مين؟ انت فين يا أميرة؟ انا في استوديو، انا جاي حالا. اوعى تتحركي. يلا يا مولانا. يا ابني اتقل ده بتقولي صنعه. صنعه مين يا نينا؟ انا تعبان. ايه اللي حصل؟ ايه حصل ايه؟ ها ايه يا ابني؟ تعالى بس. انت اتسرعت كده ليه يا حبيبي؟ ايه حريقه؟ حصلت حريقه؟ ايه ده؟ ايه لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي كنت السبب في اكتمال سعادتي. لولا نصيحتك كان زماني انا في وادي وامال في وادي تاني. متشكره قوي والف مبروك. انت اللي علمتينا ان الاصرار يوصل لنجاح، عشان كده قررنا انا وامال ان فرحنا يكون على ايديك. بس والنبي والنبي ما ترفضي. انا ما عنديش مانع بس على شرط. شروطي؟ فرحكم يتم في بيتي. بيتك؟ ده هتبقى زيطه وزنبليطه، ده احنا عازمين ناس يامن وهنرقص جرك. انت مش قلت جرك برضه؟ ما يهمكوش، انا اصلي لوحدي في البيت ومن زمان ما عيطتش. ده انتوا هتعملوا لي حته خدمه. هي امال موافقه؟ انا ما اقدرش ارفض لك طبعا. العنوان اهو، هستناكم بعد ساعه. ها هنرقص الجر وهزموا اللي انتوا عايزينه كده. او النبي. باي باي.